من ضمن الأسئلة أعمل إيه وإيه الحل لما الـ HR يضغط جامد علشان أقول my current أو الـ expected salary، وإن إحنا طالبين ده أعمل إيه بحيث إن أنا أعرف أرد؟ في عندك حل، يا إما ما تردش وده تقول له as per the ممكن مثلا the grade أو على حسب الدرجة أو على حسب الـ scale الـ job scale for this position أو الـ salary scale for this position، إيه هو المرتب المحدد لهذه المنصب؟ ده رد ممكن يتقال. لو ضغط عليك اكتر حاول هنا انك تعمل شغلك قبل ما تروح الانترفيو. طبيعي انت ليك زملاء لو انت شغال اكتر من سنه راحوا، يعني انت مثلا اتش ار مثلا في شركه صغيره، لا انت شايف زمايلك راح شركه تانية، وبعدين اكيد انت عرفت المرتب بتاعه، انت كنت هنا بيقبض 3 4، راح الشركه التانية بقى بيقبض 5 6 7، فانت اوريدي عندك الرينج بتاع الرواتب. لا ده واحد سوبرفايزر راح لبنك كذا بقى بيقبض كذا، لا ده راح بنك كذا، فانت اوريدي متوقع او عارف الدنيا ماشيه ازاي. فنصيحتي اديله الرينج المقبول، ما ينفعش مثلا انت رايح مثلا سوبرفايزر ومديله لا انا عاوز من 200 ل 300 الف، اكيد طبعا رقم صادم يعني. فلو كان في الرينج الطبيعي تمام فساعتها ممكن تديله سكيل، ولكن نصيحتي هنا ما تديلوش رقم محدد، العب باللعبه دي. انت مثلا عارف ان الرينج هيلعب السوبرفايزر من رينج من 8 ل 10 مثلا، في من 8 ل 11، فانت ساعتها اقول له اي اكسبكت ان السالاري من 8 ل 11، بس الموضوع انتهى. بيلعب على هذه الطريقه، وانت مثلا ممكن انك تلعب بهذا يعني يكون بالنسبه لك مهم. اما بالنسبه للكرنت سالاري فزي ما احنا قلنا قبل كده، انت ممكن تقول له ان الاجريمنت او الاتفاق مع الشركه انك ما تفصحش عن الراتب، وان ده كونفيدنشال راتبك اللي بتحصل عليه، وهو بيحترم ده على طول ومش هيخليك تبيح بيه باي صوره من الصور. حتى في الاستمارة اللي بتملاها نصيحة انك ما تكتبش الـ current salary، لان على اساسه بيتحدد المرتب بتاعك لاحقا، فاحرص على هذا الموضوع. وبالتوفيق باذن الله. اهم حاجة تكون ريلاكس، حضر بس واعمل الريسيرش واعمل السيرش بتاعك، ما عنديش زملاء ما اعرفش. حاول انك تزود على السالري بتاعك 20%، هيكون الاكسبكتد سالري بيلعب في هذه الطريقه. ولكن نصيحتي الاولانيه ما نقولش، لو قعد يضغط عليك هي اللي طب قول لي بس، طب انت تتوقع كام، طب يعني فرنج كام، اديله رينج ازيد من المرتب بتاعك 20% الى 30%، هو ده الرينج اللي ممكن تلعب له. ولكن في الاول دو يور براكتس، دو يور اكسرسايز، اسال زمايلك اللي راحوا اماكن تانية، او انت بقى عارف الماركت ماشي ازاي. بالتوفيق باذن الله تعالى.